حسبتها والله كلام لا يرقى اصلا الكلام يعني هو لا ده انا من كتر الالحاح حسبتها قلت طب بص اللقطه دي لان فيها نوع من الحنو الانساني النبيل بص الكابتن الخطيب قد ايه هذا الانسان هو ده محمود الخطيب يعني ايوه هو ده محمود الخطيب عنده هذا التقدير الكبير هو تصرفه حتى تلقائي يعني ما فيهوش اي تصنع بالعكس انا حاسس ان هو عاملها في لحظته من قلبه يعني في لحظته في الحنوة على حد من ذوي الهمم اللي فعلا محتاجين المزيد من الحنوة والاندماج والمساعدة على ان هم فعلا يندمجوا رياضيا ومجتمعيا هذه لقطات غير قابلة للتزييف يا ولا صحيح. ولا الكلام يا صحيح كابتن كده محتاجة ساعتين عبال ما يروح يعني تنزل وتقعد مثلا على الارض وبتاع وربنا يعني دي الصحة يعني لا لقطات مهمة جدا ورسائل مهمة جدا بتتأمل ودايما بيبقى في حرص على فكرة على انه الاخوة ذوي الإخوة اللي هم أصحاب الهمم يبقوا متواجدين حتى في أي مباراة للنادي هنا في مصر في أي مكان خلاص يعني لازم بقى قاعدة أساسية صحيح. إنك تشوف اللقطة الجميلة دي وده برضو ما هنقول يا جماعة المؤسسية المؤسسية لما تكون شغال في مؤسسة مش منضبطة مجرد بقى أنت مش مجرد عندك إن أنت بتكسب بطوله وخلاص لا انت بتربي كوادر وبتربي ناس يعني حتى المشجعين بتوعك بيحبوك عشان كده